حيلة غريبة نفذها جوزيه مورينيو كانت ممكن تتسبب في موته لما قرر انه يستخبى في سلة غسيل. ايه اللي حصل وقتها؟ في الفترة الاولى لتدريب مورينيو لتشيلسي سنة 2005 كان عندهم ماتش مهم قدام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. مورينيو تعرض للايقاف في المباراة اللي قبلها قدام برشلونة، ومساعده روي فاريا هو اللي ادار الماتش، ولكن بعدها مورينيو بيكشف عن مفاجأة رغم منعه من حضور الماتش، وراح من بدري اوضة اللبس في ملعب تشيلسي ستانفورد بريدج، واستنى اللعيبة من بدري علشان يديهم المحاضرة الفنية قبل الماتش وبين الشوطين عشان يتحدى بكده قوانين الاتحاد الاوروبي. وخلال الماتش كان واحد من المساعدين بيروح اوضة اللبس عشان ياخد ورقة مكتوبة من مورينيو، الورقة فيها معلومات مكتوبة لمساعده روي فاريا، وشكل الورقة جابت نتيجة عشان تشيلسي كسب ساعتها 4-2. لكن المشكلة الأكبر كانت بعد الماتش، وهي ازاي مورينيو هيخرج من اوضة اللبس من غير ما حد يشوف. متفق مع عامل اوضه اللبس ان هو هيستخبى في سله الغسيل بس يسيب له فتحه عشان يقدر يتنفس منها طبعا، ولما مورينيو حاول يخرج كان مسؤولين من الاتحاد الاوروبي بيدوروا عليه، فراح عامل اوضه اللبس قفل سله الغسيل لدرجه ان مورينيو كان ممكن يتخنق مع رهبته من الاماكن المغلقه، وقال بعد كده انه كان ممكن يموت بسبب الموقف ده.